شكرا كثير لمعلوماتك يا دكتور، الله يسعدك يا رب، معلومات قيمة أثرتنا فيها. الله يسعدك. شكرا شكرا، تشرفت بمعرفتك. الله يكرمك، ربنا يسعدك، ربنا يبارك فيك، ربنا يخليك. هلا يا دكتور، نورت. الله يسعدك يا. من فضلك اشترك في القناة وفعل زر الجرس دعما لنا لتقديم المزيد. نتمنى لكم يوما سعيدا، نتمنى لكم طيب المتابعة. ما عندكش أي أسئلة؟ أنا مو حاضر سؤال عندي. أنت عندك سؤال لكن مش عايزة تقوليه. طبيب، كيف الواحد بده ينحف؟ بالنسبة شو في أدوية للتنحيف؟ بصي هقولك حاجة، لو الواحد بده ينحف احنا بنقول في البداية لابد ان احنا نعرف اسباب السمنة علشان نحدد بالظبط من الاسباب اللي عندي. قد يكون العامل الوراثي سبب في السمنة اللي موجودة عندنا، قد يكون كثرة تناول الاطعمة مثلا السكريات والنشويات والدهون بشكل مستمر ممكن تبقى سبب في السمنة اللي عندنا، ممكن عدم ممارسة عدم ممارسة الرياضة تكون سبب في السمنة اللي عندنا، ممكن تناول بعض الادوية تكون سبب في السمنة اللي عندي، واستهلاك الادوية حتى بدون اشراف طبي ممكن تبقى سبب في بعض السمنة اللي عندنا، ممكن اضطرابات النوم، ما بننامش كويس، عندنا ارق وما بنعرفش ننام كويس، قلة النوم برضو ممكن تبقى سبب من اسباب السمنة اللي عندنا. وما نيجي نتكلم مثلا وليكن عن اسباب يعني الافراط في تناول الطعام بشكل اساسي ممكن تبقى سبب في السمنة اللي عندنا، قلة النشاط البدني سبب في السمنة اللي عندنا، قلة النوم اللي يصاب ببعض الامراض مثلا زي متلازمة برادر ويلي سيندروم، برادر ويلي سيندروم دي ممكن برضو تبقى سبب في المرض اللي عندنا، ممكن متلازمة كوشنج تبقى سبب في السمنة اللي موجودة عندنا، كسل الغدة الدرقية، كسل الغدة الدرقية. نعم. اما الغدة الدرقية تكون بتفرز هرمون الثيروكسين بشكل اقل تكون سبب في السمنة اللي عندنا، تكيس المبايض، تكيس المبايض برضو احد اسباب السمنة اللي عندنا، مقاومة الانسولين، الناس اللي عندها مرض سكر وعندها مقاومة للانسولين تبقى سبب في السمنة اللي عندنا، بعض الامراض اللي بتحد من الحركة. نعم. بعض الامراض اللي بتحد من الحركه زي الروماتيزم بسبب السمنه اللي عندنا، تناول بعض الادويه زي ادويه الفصام مثلا الشيزوفرينيا، ادويه مضادات ادويه مضادات التشنجات برضو سبب في السمنه، بعض الادويه اللي بتخفض سكر الدم برضو بسبب السمنه عندنا، ما شاء الله والله كل الاسباب مهيئه للسمنه. بعض المضادات الاكتئاب، بعض مضادات الاكتئاب سبب في السمنه اللي عندنا، العوامل الوراثيه ممكن تبقى سبب في السمنه اللي عندنا، العوامل النفسيه سبب في السمنه اللي عندنا، وطبعا كنتيجه للسمنه بيحصل مشكلات كتيره جدا، امراض القلب والسكته الدماغيه، مرض السكر، الضغط، الكوليسترول، السرطانات، الجهاز الهضمي، مشاكل فيه، ما شاء الله كله بيسمن، كل الاسباب مهيئه. طب العلاج دي بقى، العلاج انت عايزه العلاج دي صح؟ ايه نعم. العلاج اول حاجه بننصح بيها ممارسه الرياضه، الحاجه الثانيه بنقول نمشي مع طبيب تغذيه يعدلنا نظام غذائي صحي، نتابع معاه كل اسبوع بحيث ان احنا نعمل نظام غذائي صحي. ممكن نستخدم بعض الادويه اللي بتساعد في خساره الوزن تحت الاشراف الطبي، ما فيش اي مشكله. الوقايه من ما في مشكله، الوقايه من السمنه المفرطه، علشان ما احنا ممكن يكون عندنا سمنه بسيطه دلوقتي، عشان نقي نفسنا من السمنه المفرطه ممكن نمارس الرياضه من 15 ل 30 دقيقه يوميا، زي المشي السريع والسباحه، يعني نمارس الرياضة لمدة من 15 ل 30 دقيقة يوميا، نتبع نظام غذائي صحي وأكثر من ونكتر أكثر من الخضروات والفواكه والحبوب، ونقلل استهلاك الأطعمة الدسمة والحلويات، ونتجنب الكحول والمشروبات الغازية. نعم. ونتجنب طبعا السجاير والنجيلة. ونتابع مع دكتور نراقب بيه الوزن كل أسبوع. شكرا كثير لمعلوماتك يا دكتور، الله يسعدك يا رب، معلومات قيمة أثرتنا فيها. الله يسعدك. شكرا شكرا، تشرفت بمعرفتك. الله يكرمك، ربنا يسعدك، ربنا يبارك فيك، ربنا يخليك. هلا يا دكتور، نورت. الله يسعدك يا